من المهم الحفاظ على المتابعة الدورية للحمل وما بعد الولادة، كذلك الفحص الدوري للوقاية من السرطان مثل سرطان عنق الرحم والثدي، خاصة إذا كنت قد امتنعت في العام الماضي عن زيارة الطبيب. نحن في عيادة أمراض النساء والتوليد بميدي كلينيك مادف نعمل على أن نوفر لك كل هذه الخدمات في وسط آمن وصديق للأسرة. من أجل راحتك وتسهيل عملية علاجك، تتوفر لدينا الآن خدمات الاستشارة عن بعد، حيث يمكنك الحصول على رعاية طبية سريعة وفعالة من راحة منزلك. كما نقدم خدمة التوصيل إلى المنازل من الصيدلية مع سهولة التتبع وتسليم الأدوية الأساسية الخاصة بك. نعمل 7 أيام في الأسبوع بهدف تلبية احتياجاتك الطبية في بيئة آمنة وصديقة للأسرة. خلال هذه الأوقات المضطربة، غالباً ما يشعر الآباء بالقلق بشأن إحضار أطفالهم إلى العيادة خوفاً من تعرضهم لفيروس كورونا. كن مطمئناً أن فريق الأطباء لدينا يتبع لوائح صارمة ملتزمون برعاية طفلك مع الحفاظ على سلامته. يرجى أن تضع في اعتبارك أنه يجب على الأطفال والمراهقين مراجعة أطبائهم بانتظام للتأكد من أن تطورهم يسير على الطريق الصحيح، وللتحدث عن التغذية والسلوك والحصول على اللقاحات التي يحتاجونها للبقاء في صحة جيدة. جميعنا نحرص على سلامتنا وصحتنا، ولذلك نحن رجالا ونساء نهتم بعلاج أي أمراض جلدية قد تطرأ علينا، كما نهتم بالحفاظ على جمال وتألق بشرتنا في كل الأوقات. فإذا كنت قلقا بشأن صحة جلدك أو المحافظة على نضارته، يمكننا معا مناقشة خياراتك للحصول على الرعاية التي تحتاجها، سواء لشكوى جديدة أو موجودة مسبقا ولا تزال بحاجة إلى العلاج لمنعها من التدهور، ومساعدتك على الحفاظ على مظهر متميز متألق في أي وقت.